شفالة، كما علمت منكم أن هناك أسبابا معينة تعين على التوبة، وأذكر أنكم ذكرتم منها البقعة التي يعيش فيها الإنسان، المجتمع الذي يعيشه الإنسان، هل من كلمة حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. نعم، من الأمور التي تعين على التوبة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أن يجانب مصاحبة الأشرار الذين يدعونه إلى المعصية، وأن يخالط الأخلاق ويجالس الطيبين ويبتعد عن الأشرار الذين ربما يكونون هم السبب في إيقاعه في هذا الذنب الذي يتوب منه ثم يرجع إليه. قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، إما أن يحييك ويحييك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وحذر من جليس السوء وشبهه بنافخ الفيل، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة حديثة تعتد جلوسك عنده. وأيضا من الأسباب الابتعاد عن البيئة الفاسدة، وإلى أول انتقال إلى البيئة الطيبة، يعني البلد الذي تكون فيه المعاصي ويكون فيه كثرة الأشرار والمغريات، تنتقل منه إلى بلد طيب، أي طيب بأهله وطيب بمجتمعه. ولذلك شرعت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فالهجرة انتقال من بيئة فاسدة إلى بيئة صالحة، لأن ذلك مما يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى.